كوبايتين ونص من الدقيق، 4 بيضات، ربع كوباية زبدة سايحة، نص كوباية زيت، 3/4 كوب من السكر، ربع كوباية من عصير البرتقال، فصوص برتقالة صغيرة بقرب اللغة العربية، معلقة كبيرة بشر برتقال، معلقة كبيرة بيكنج باودر، نص معلقة صغيرة من الفانيليا. نعيد مقادير كيكة البرتقال تاني: 2.5 كوباية دقيق، 4 بيضات، لو عايزة تشيلي بيضة في الخباثة ما يجراش حاجة، مش هيحصل حاجة، خليهم 3 بس، يعني ما تقوليش لحد، شيلي بيضة شيلي بيضة من غير ما حد يعرف مجراش حاجة، هتشتغل معاكي زي الفل. يعني من 4 ل3 بيضات تمام. ربع كوباية زبدة سايلة، ينفع تبقى كلها زيت، ينفع استخدم اي نوع سمنة، ينفع. نص كوباية زيت، 3/4 كوب من السكر، ربع كوباية من عصير البرتقال، فصوص برتقانة كاملة، يعني قشري اصغر برتقانة عندك كده وخدي الفصوص بتاعتها كلها، معلقة كبيرة بشر برتقال، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة من الفانيليا. الكيكة بتاعتنا هنعملها في الخلاط، يلا بينا. انا بعمل كيكاتي كلها في الخلاط، اتعلمت كده امتى بقى؟ كان عندي مضرب بيض بايظ، وكان عندي عجانه بايظه، وخلاص يعني هم انا ما عنديش اوبشن الا الخلاط، هطلع منه كل حاجه. يعني بص انت، انا هتطلع لي كيك واتصرف، وبسكوتات، عملت فيه حاجات كتيره جدا. فالحقيقه ان احسن كيكات واحلى كيكات انا بطلعها في الخلاط، بيضرب البيض حلو قوي، وبيضرب السكر حلو قوي، وبيوصل لي قوام الكيك لحاجه مظبوطه بشكل كبير. فاستخدمي خلاطك، واوعي اوعي تقارني اجيب خلاط ولا اجيب مش عارف، اجيبي خلاط، الخلاط ده نو واي، ده ينفع نعمل فيه كل حاجه. يلا بينا نحط البيض، واول ما بنحط البيض بنفتكر الفانيليا على طول. يلا بشرب برتقال كمان معانا بالمرة مع السكر مع الزبدة مع الزيت. هنستنى كده نضرب ضربة كويسة وبعدين نحط عصير برتقال. يلا هقول لك على حاجه، علشان دايما مشاكل الكيك اللي يعني بتظهر عند اغلبيه الناس بتكون: هو انا الكيكه ليه بتطلع مني غامقه وما بتبقاش فاتحه زي اللي بنشوفها، بتشوفوها بقى عند حد كلتوها في البيت في فيديو، عند حد في التلفزيون. ضربه البيض والسكر هي الاساس، والخلاط هتريحي الخلاط وترجعي تضربيه تاني، اضربي لحد ما القوام ده بتاع السوائل يكون فاتح. طبعا مختلف شويه عندي هنا علشان دي كيكه برتقال فيها كميه حاجات صفراء كبيره، فالكيكه العاديه اللي احنا بنعملها باللبن، بنعمل كيكه نص شوكولاته ونص حليب، كيكه الزبادي، كيكه كل يوم، الكيكات دي ضرب البيض مع السكر مع الماده الدهنيه هو الاساس بتاع ان الكيكه بتاعتك تطلع هشه، البيض يبقى اتضرب كويس جدا، ويكون القوام بتاع السوائل بتاعك فاتح من ايه، من الخلاط. فما تستعجليش، سيبي الخلاط في حاله وقعدي ريحيه ورجعي تاني، وسيبيه وريحيه ورجعي تاني، بحيث ان القوام بتاعك يكون اتضرب كويس والسكر يكون اتضرب كويس. لو السكر غامق هيعمل كده، فلو عندك سكر غامق في البيت ما تشتغليش فيه بيه في الكيك، لو انت عايزاه فاتحه، لو مش فارق معاكي اللون خلاص اشتغلي بيه، ما مش هتفرق. يعني نضرب ضربه كمان ونضيف فصوص البرتقال، زي ما قلت لكم دي برتقانه كامله باليافها بكل اشيائها، شلنا بس الحته البيضه اللي من فوق، وده ضروري يتشال. يعني احنا خدنا من البرتقانه عصير،
اخدنا منها الفصوص بتاعتها واخدنا منها القشره بس اللي هي لونها اورنج، مش الحته البيضه اللي بتمرر وهتخلي الكيكه مره. نضرب ضربه كمان. انا مش سامعه اي حاجه يا جسمي، والله ما سمعت اي حاجه. ليه؟ حط عصير برتقال ونحط البرتقانه. يلا بينا. هاي هاي. ياسمين بتعمل حركات النهارده. معلش استحملوا معايا النهارده فقرات العجن والخبز والكيكس والعجانات وكده، عشان ابقى بقول لكم الحقيقه هي بتاخد وقت، هي الضرب والعجن بياخد وقت. وعلى الرغم ان انا قلت لكم ان هي كلها حاجات صفره وتصفر للكيكه، لكن الضرب كويس قوي خلالي اللون فاتح. خلينا نبتدي ونحط ايه الدقيق. تعالوا كده نحط الدقيق الاول ونحط عليه البيكنج باودر كده، وننزل بالسوائل بتاعتنا على بصوا والنبي اللون اهو فاتح اهو، هي كيكه برتقان شايفين تحفه. نقلب الكلام ده بالراحه من غير ما نعجنه قوي، عايزين ايه دي كيكه عايزينها هشه. ايه دي كيكه البرتقال بتاعتنا جاهزه انها تدخل الفرن. انا بحط الكيكس دايما في صينيه انتوا عارفين او في صاج على الرف اللي في النص، ونقول لها ايه سيريا نورمان. كيكه البرتقال بعد ما خرجت من الفرن زي ما شفتوها، اكيد مش هي دي، انا عامله واحده تانية علشان اللي دخلت الفرن لسه السيجمنت اللي فات ما لحقتش تستوي، ولكن هي دي كيكه البرتقال بتاعتنا اللي احنا عملناها، وباقي فيها تكه بسيطه اذا عايزين تعملوها، يعني مش اساسيه خالص، وهي تكه الجليز اللي بنعمله كده عشان نلمع بيه الكيك من بره، وبيبقى نكهه البرتقال فيه قويه قوي وبيلمع كده. في ناس كتيره قوي ما بتبقاش عارفه هي دي ايه، يعني حتى في كيكس بنشتريها من بره بتبقى في قالب زي قوالب الانجليش كيك، وبتبقى كيكه برتقال واخده طبقه بتلمع كده لذيذه قوي، ونكهه البرتقال قويه جدا. بتكون عباره عن، تعالوا نقول الجليز عباره عن ايه. عندي كوبايه من عصير البرتقال، عصير ليمونه اختياري اذا عايزين تحطوه، عايزين سنه مزازه يعني، 2 معلقه كبيره من السكر. عندك بقى روزماري عايزه تضيفيه تمام، عندك ورق لورا عايزه تضيفيه برده تمام، عندك ريحان عايزه تضيفيه تمام. نكهه من نكهات الزهور كده، يعني نكهه زرعه كده مع البرتقال بتدي نكهه مميزه قوي، ودي نكهه اختياريه تماما، يعني ممكن تشيليها وتعملي الجليز من غيرها. في الطاسه هحط السكر كده، حبة سكر، انا هاخد سكر بس ايه قليل عشان محتاجاه، وهحط البرتقال كده، ده عصير برتقال على عصير الليمون على الروزماري، نكهة شتوية لذيذة جدا. وباخد مثلا ممكن اخد كده بقى ايه شرايح برتقال، واسيب بقى الخليط ده يتبخر على النار. ممكن ايه، ممكن تخلي لي سكر، معلش معلقتين بس سكر عشان انا اخد السكر ده هنا.
يفضل بقى الخليط ده يغلي. الاول هيغلي على نار عاليه عادي، وبعدين ههدي النار ويبتدي يتكثف بقى ويقل ويقل، وبعد ما يقل يتحول لحاجه زي الشربات التقيل قوي، سيرب كده. نكهه البرتقال فيه بتكون قويه بشكل مش قادره اقول لكم قد ايه. فهو ابتدى يغلي اهو، بصوا عليه معايا. تمام، نسيب بقى الكلام ده يغلي كده شويه حلوين. ولو عايزين تزينوها بشرايح البرتقال دي برضو ممكن بعد ما تتسلق كده شويه ناخدها نحطها على شويه سكر ونكرملها. بس ايه دي فكت، خلينا ناخد دي تبقى متماسكه شويه، ودي كمان فكت، تفكوا ليه. شكرا. على النار عايزه احط شويه سكر زي اكرملهم كده، واحط فيهم البرتقال فيكرمل، يدي لون، يدي لون للبرتقانه. ده طبعا اختياري يعني، كل الكلام ده عشان لو عايزين تدوا لوك لقطه كده. نسيب الكلام ده يتكثف براحته. ممكن بقى اذا عندنا وقت ننزل مقادير كيكة البرتقال تاني. انا سايبه هنا اللي يكرمل يتكرمل واللي يتبخر يتبخر، ونقول مقادير كيكة البرتقال اللي خرجت من الفرن اذا حد شايفنا وعايز يعرف هي ايه اتعملت ازاي. يلا بينا. كيكة البرتقال هتكون 2.5 كوباية دقيق، 4 بيضات، وزي ما اتفقنا في الخباثة كده ممكن يبقوا 3 بيضات، بس نقي بيض احمر او بيض ابيض، واوعي تعملي الكيك ببيض بلدي، اوعي، لكذا سبب يعني، ممكن هقول لك الاسباب بعد المقادير. 4 بيضات او 3 بيضات، 1/4 كوباية زبدة سايحة، 1/2 كوب زيت، 3/4 كوب من السكر، 1/4 كوباية عصير برتقال، فصوص البرتقانة كاملة برتقان بسرة، معلقة كبيرة بشر برتقان، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة من الفانيليا. تعالوا نحط السكر اللي اتحرق عندنا هنا كده اللي بقى كراميل ده، نحطه هنا على السيرب ده كده. دي نكهة حلوة. وناخد البرتقانة دي بعد ما هو يفك بقى مع نفسه، ناخدها هنا وألونها كده بشوية السكر المكرملين هنا، وناخد دي كمان. نديها بس ايه ألوان كده. كان في حاجة؟ هنا انا بحروق البرتقال السيرب ده. السيرب ده لازم يتكثف شويه لحد ما الميه اللي موجوده فيه كلها تتبخر. البرتقال اخد اللون اللي انا عايزاه من بواقي الكراميل اهو، بصوا اتشوى ازاي. انا بديله بس درجه لون كده شتويه شويه، بس انا مش عايزه اكتر من كده، ده للتزيين يعني. نخليه هنا، هبص كده عليه واقول لك. لو مش كده خلاص مش مهم، خلاص لما يتكثف خالص خالص هنلمع بيه الكيك، ما يجراش حاجة. عشان احنا ايه وقتنا برضو خلص، فخلينا نحط
بس البرتقانات بتاعتنا كده. نحط الشجرة دي هنا ولا ايه؟ ها كده اوكي. طيب اشيلها.